السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج WWE في عرض سمر سلام. هنشوف مع بعض المباراة ولكن بصوتي علشان الحقوق الملكية زي ما انتم عارفين، وهنشوف ماذا يحدث. يلا بينا نتفرج على المباراة. وأول حاجة هي عرض سمر سلام وماذا يحدث في السمر سلام. نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. يلا بينا. اول حاجة بدأت المباراة بموسيقى في سمر سلام، ولا يوجد موسيقى في العرض في سمر سلام زي ميز، واستمرار الحركات ورسم الابتسامات الرائعة ورسم الوجه الرائعة وحظ تخدم ما بين النجوم، وسيحصل على الطابق الهائل رومبلز. سمعت كم اقوى سيدة في العالم، واذا كانت على المحل بطل سماك داون ليفن فعليك توخي الحذر. فسعيد بطولات المتحدة الامريكية بابي لاشلي، وترفع بير العلاقات الرو النسائية ضد خصمتها باكي لاشلي. يلا بينا نشوف ماذا يحدث. وانا انت تجد نفسك في الحلبة، فلا تشبه هزيمة الاثنين. رومان رينز وبارك ليزنر. بروك ليزنر عاد الى المصارعة بعد 9 سنوات، فلن يكون اخر رجل صامد في مباراة اليوم. سوف نشوفه في كل شيء. هنا جاهز، هيا بنا الى عرض سمر سلام WWE. سو هاي بركات. انا بتفرج على المباراة وبحلها لكم، انا لكم الاخبار بالتفصيل. اول حاجة بيجيب المباراة في شرح في الى رحلة في السمر سلام، واهلا بكم في جميع عندي السمر سلام. المقدمة بتاعت السمر سلام تبدأ. يلا بينا نشوف ماذا يحدث في المدينة وجمال مدينة، مش عارف ايه هي بقى المدينة اللي فيها العرض، ولكن الاستاد زي كده اسمه ايه ده، عارفين انتوا هو ده. يلا بينا نشوف ماذا يحدث في سمر سلام WWE مع بطولة السيف في لايف على قناة الاعلام سيد بركات في برنامج WWE. سو هاي بركات وثلاثة المقدمين المشرفين للبلاد، اهلا بكم في بلدكم مصر. اقدم لكم وننقل لكم ماذا يحدث في سمر سلام الان. مباراة قامت في بطولات امريكا، في امريكا من احد البطولات، واول بطولة هي باكي لاشلي. باكي لاشلي هتلعب دلوقتي يا جماعة، ويلا نشوف ماذا يحدث بين باكي لاشلي ولا باكي لاشلي. باكي لاشلي داخلة، وهنشوف مع بعض ماذا يحدث يا باكي لاشلي.
كيلو شنو.